وللوقوف على أزمة القطاع الصحي في إيران بعد اعترافات النظام بحقيقة الوضع الوبائي، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحجي. مرحبا بك معنا. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. أهلا بكم. 4 أشهر والنظام في إيران لم يدفع أجور الطواقم الطبية على الرغم من تفاقم الوضع الصحي جراء كورونا، هل القطاع الصحي بدأ بالانهيار في إيران؟ بطبيعة الحال القطاع الصحي هو يعاني من نفس الأزمة التي تمر بها البلاد اقتصاديا، وتم إنهاك هذا القطاع تحت وطأة العقوبات وعدم إمكانية الحكومة في تلبية مطالب الكادر الطبي والصحي في إيران، ما أدى إلى هذا الوضع. ويضيف إلى ذلك نسبة الإصابات والوفيات بسبب الفيروس بين الكادر الطبي الذي تعتبر نسبة عالية في إيران مقارنة مع الدول الأخرى. نعم. طيب، لجنة مكافحة كورونا في طهران التي أخفت بحسب تصريحات مسؤوليها أخفت أرقام حقيقية كانت لوفيات كورونا وإصاباتها عن منظمة الصحة العالمية، وتعاملت مع الموضوع بطريقة غير مهنية ونزيهة في الحقيقة، ولم تتقبل تلقي أي مساعدات أو تبادل معلومات مع الخبراء والمختصين في البداية. كيف ترى الوضع الحقيقي للوباء في إيران وكيف يمكن أن تتعامل معه؟ هنا النقطة الملفتة وعلامة الاستفهام تقع حول أنه كيف النظام الإيراني يصرح بأنه أخفى الأرقام والإحصائيات الحقيقية للإصابات والوفيات بكورونا. فهناك شيء ما النظام الإيراني يخطط له، ألا وهو الآن نظرا لصعود الحكومة ومجيء الحكومة الجديدة في إيران التي تعتبر حليفة الصين في المشهد الإيراني والمقربة للحرس الثوري الذي يعتبر ذراع الصين الضارب في المنطقة، فالآن هذه الحكومة تحاول أن تؤجج، يعني خلنا نقول تزرع الذعر في قلوب الشعب حتى يقبلوا باللقاح الصيني الذي إيران تسميه إيراني، ويتم يعني علب إعطاء علب في الأسواق والمستشفيات بأن هذا اللقاح هو إيراني لكنه في الواقع صيني، أي بمعنى أن إيران أعطت الأفضلية في سوقها لصالح اللقاح الصيني على حساب اللقاحات الغربية. وفي المنافسة ما بين شركات اللقاح العالمية، وهذا سوق كبير يقدر بأكثر من 200 أو 300 مليار دولار أرباح، فالآن الصين تستحوذ على الساحة الإيرانية على حساب منافساتها من أمثال فايزر وأسترازينكا وموديرنا وشركات أخرى. فالنظام الإيراني في الواقع من خلال هذا التصريح يعمل دعاية لصالح اللقاح الذي تموله الصين. نعم، يعني في موضوع اللقاحات كما نعرف أو كما قالت لجنة مكافحة كورونا في طهران، ما هو موجود من اللقاحات لا يكفي لأكثر من 5 أيام، وهناك سيناريوهات منتظرة في ظل هذا الشح وهي سيناريوهات يعني سيئة. السؤال عن موضوع اللقاحات، يعني ما الموانع التي تمنع طهران من تلقي اللقاحات أو شراء لقاحات أمريكية وبريطانية؟ هل الموقف سياسي أيديولوجي من هذا الموضوع؟ الموقف له علاقة بالصفقات الإيرانية والصفقة الإيرانية التاريخية مع الصين الذي تم التوقيع عليها قبل عام أو أقل لفترة 25 عاما، والاستثمارات الصينية في إيران ستصل إلى ما يقارب 400 مليار دولار. وبطبيعة الحال النظام الصحي والقطاع الصحي سيكون جزء من هذه الساحات التي ستستثمر فيها الصين. واللقاح الآن أصبح يعني جزء من المنافسة الدولية بين القوى العظمى والشركات الكبرى للسيطرة على هذا السوق.
يعني إذا أخذنا الموضوع من منظر اقتصادي وسياسي سنرى جزء آخر فضلا عن الجانب الصحي للقاح، يعني نضعه جنبا حاليا حتى نفهم ماذا يدور في إيران. في الواقع الآن إيران تنحاز الصالح شركة سينوفارم على حساب الشركات الأخرى البريطانية والأمريكية والألمانية وحتى نعم. على حساب الشركات الروسية نعم. فمن هذا الجانب الآن إيران تقول بأن هناك شح في اللقاحات، والمنجي سيظهر ألا وهو إبراهيم رئيسي من خلال الصين، والصين الشيوعية التي الآن أصبحت الداعم الرئيسي لنظام الملالي في طهران. فالموضوع له علاقة له طابع سياسي واقتصادي، ولا له علاقة كثيرا بصحة الشعب الإيراني. وإن كانت إيران تمام. تريد شكرا. وتتمنى الصحة للشعب الإيراني، كان بإمكانها أن تطلب من منظمة الصحة العالمية وتحصل على اللقاحات العام الماضي وليس الآن. نعم، شكرا لك سيد محمد المدحجي المتخصص بالشأن الإيراني، كنت معنا من لندن.